الفنانة المغربية سعاد النجار تخرج عن صمتها وتهدد باللجوء للقضاء بسبب ابنتها. إليكم التفاصيل. خرجت الفنانة المغربية سعاد النجار عن صمتها بعد اكتشاف أحد الحسابات على موقع الانستغرام والذي يحمل اسم ابنتها وينتحل شخصيتها دون علمها، حيث أكدت هذه الأخيرة أن الحساب ليس لابنتها وأن صاحبه ينتحل شخصيتها ويتحدث مع المتابعين باسمها. وكشفت الفنانة سعاد النجار في تدوينة نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الانستغرام، وبالضبط عبر خاصية القصص القصيرة، أنها ستتخذ الإجراءات القانونية من أجل وقف هذه الأمور عند حدها. وكتبت سعاد النجار قائلة في تدوينتها: هذا التصور بنتي، ولكن هذه ماشي الصفحة ديالها. وأضافت: بغيت نقول لكم بأن هذا الكونت راه تقمص الشخصية ديال بنتي، كيحط تصورها وكيهضر مع الناس بصفات بنتي. مهم قريبا غادي ندعيوه، وبغيت نقولها لكم باش يوقف هذا الشيء حيت زاد عن حده.